السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة خديجة شانيل. اليوم غنقدم لكم وصفة للقدمين والتشققات اللي تتكون فيهم في هذا فصل الشتاء، كتزيد بزاف. حتى هاد الوصفة قديمة بزاف، كنستعملها أنا مرة في الشهر، واللي ما عاكزاش تقدر ديرها جوج مرات في الشهر. يعني كترطب القدمين كترجعهم القدم ديال الرجل الأحمر. كنبداو بالمقادير اللي كنحتاجو في هذه الوصفة. اولا كنحتاجو جوج معالق كبار ديال الصابون البلدي، هذه وصفة صحراوية. كنحتاجو معلقة ديال خميرة المعجونة، جوج معالق ديال التحمير. التحمير كتخلي القدم احمر وكتنقي الجلدة. معلقة ديال الديكاباج، هذا هو الماء ديالو، والغبرة ديالو معلقة صغيرة، معلقة صغيرة بحال هادي. ديكاباج نمرة 9. وفي الأخير كنستعملو الكريم طبيعة الحال، والبلاستيك اللي كنجمعو فيه رجلينا. نبداو المقادير والطريقة ديال التحضير. نجمعو هاد المقادير، نبداو بالطريقة ديال التحضير ديالها. كنديرو هاد الصابون البلدي، تنديرو التحمير، تنديرو الخميرة المعجونة. نخلطو المقادير مزيان، نخلطو مزيان مزيان حتى كيتجانس المقادير كلها. انا قلت لكم من قبل كدير مرة في الشهر. ولا كي ما عاكزاش غديرها جوج مرات. نخلطو هاد المقادير هي الاولى، واخا كتشوفو الديكاباج يقول كيتقصح ولا شي حاجه، بالعكس ما تقصحش، الجهد ديالو كيتهرس ليه في الصابون البلدي. هانتوما كتشوفو كتولي من بعد ما كديرو لها الديكاباج كتولي بحال هاد الشكل. راهي كترغوي بلاصه. ها هي كيما كتشوفوا، شفتوها كي كتولي؟ ها هي. انا كنشدوها الطريقه ديالها، الطريقه الاستعمال ديالها اللي هي مهمه، هي اننا كنشدوها كنطليوها على رجلينا، كنطليوها على رجلينا. اي شتي كنطليوها على رجلينا بحال هكا. كنطليوها على رجلينا وكنخليوها تفوت 3 السوايع. انا صراحة كنديرها بالليل وكنفيق الفجر، وكنديرها في الليل قبل ما ننعس، وكندير البلاستيك لرجليا، وكنلبس تقاشر وكننعس بيها 3 السوايع. فتي 3 السوايع وغسلي رجليك وحكيهم بالحكاكه ودهنيهم كما كنقول انايا. هذا هو الكريم ديالي، و الا تبعتوني ان شاء الله غنوريكم الطريقه ديال الكريم خاص ديال تشققات رجلين اللي تيكون فيهم تشققات كبار. اما دابا بالنسبه لرجلين اللي كيكونوا شويه رطبين قديري هذا. و الا تبعتوني المره الجايه غنوريكم الطريقه ديال الكريم الخاص للتشققات اللي كيكونوا كبار في الرجلين، وكتلبسي التقاشر ديالك. من الغد ليه عاوتاني راه كتطلع الجلده، الجلده رقيقه كتحيد من الرجلين. صافي تديري عاوتاني الماء والصابون وكتحكي عاوتاني ديك الجليده وكتبان لك رجلك كتشعل.
ايوا نتمنى ان هذه الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش كيف العاده ديروا جيم وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما جديد، وشاركوا الوصفه مع الاصدقاء، وشكرا على المتابعه.